اوراكل سوفت وير فيرجنز. هسه راح نحكي عن الاوراكل سوفت وير والنسخ والفيرجنات المتعدده مالته في كل سنه من السنين، وشلون اتطور وشنو الفيتشرز الاساسيه اللي انضافت له في كل سنه. قلنا انه الاوراكل اول فيرجن له كان بعد تاسيس الشركه بسنه واحده في سنه 1978 اصدروا الفيرجن الاول، وقلنا هو ما كان اسمه اوراكل بالبدايه. هذا الفيرجن كان مكتوب بالاسمبلي لانجويج، بالاسمبلي لانجويج اللي هي لغه التجميع. بعدها بسنه في سنه 1979 ظهر الفيرجن الثاني، وقلنا هذا الفيرجن هو اللي سموه اوراكل. هذا الفيرجن كان يدعم اعازات بسيطه من لغه الاس كيو ال، وجوينز بسيطه واعازات بسيطه، وراح نعرف شنو الاعازات وراح نعرف شنو معنات الجوينز. بس هنا انا اريد اقول شغله واحده بالنسبه للاس كيو ال، هي عباره عن لغه عامه. يعني شنو؟ يعني اللغه تستخدمها كل قواعد البيانات، يعني هاي اللغه مو خاصه باوراكل ولا هي اوراكل اللي سوت هاي اللغه، هي لغه عامه. اي برنامج او اي قاعده بيانات تستطيع ان تستخدم هاي اللغه. فالاعازات اللي نكتبها بالاوراكل باستخدام الاس كيو ال هي تقريبا نفسها نكتبها في بيئه ثانيه، مثلا مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر او ماي اس كيو ال، هاي الخاصه بالقاعده بيانات اللي خاصه بالدايناميك ويب سايت، او اللي نكتبه بمايكروسوفت اكسس. اذا اي بيئه من بيئات قواعد البيانات تستخدم لغه الاس كيو ال، فهي لغه غير خاصه بالاوراكل. بعد الفيرجن 2 في سنه 1983 ظهر الفيرجن 3 من الاوراكل، فيرجن 3. وبهاي السنه اعادوا كتابه البرنامج باستخدام السي لانجويج. قلنا هو بالبدايه كان مكتوب باستخدام الاسمبلي لانجويج. سنه 83 اعيد كتابه الاوراكل سوفت وير باستخدام السي لانجويج. بعدها في سنة ال 84 ظهر الفيرجن الرابع، فيرجن 4 من الاوراكل. في سنة ال 85 ظهر الفيرجن 5 من الاوراكل. طبعا هذه التطويرات فيرجن عن فيرجن تختلف، ويضيفوا لها هواية خصائص، هواية فيتشرز يضيفوا لها، ويحسنون من اداء الداتابيز، ويحسنون من اداء السوفت وير. وعلى اساس هذا التحسين وهاي الخوارزميات اللي يعدلون عليها يطلقون الفيرجن الجديده بالاوراكل. بعدها في سنه 88 ظهر الفيرجن السادس من الاوراكل. هنا اضافوا له فد شيء جديد، وضافوا فد اكستنشن او اضافه جديده الى لغه الاس كيو ال الاصليه. ضافوا فد شيء سموه البي ال اس كيو ال. PL معناتها البروسيجرال لانجويج اس كيو ال، هذه مختصه باوراكل. يعني شركه اوراكل هي اللي سوت هذا الاكستنشن على لغه الاس كيو ال، مجموعه من الاعازات والاضافات الجديده على هذه اللغه، راح نتعلمها ان شاء الله بعدين. في سنه ال 92 1992 ظهر الفيرجن السابع من الاوراكل، الفيرجن السابع. هذا الفيرجن اضافوا له امكانيات استخدام الستورد بروسيجرز والتريجرز، وهي مصطلحات خاصه بالبي ال اس كيو ال. من راح نتعلم البي ال اس كيو ال راح نعرف شنو معنات ستورد بروسيجر وشنو معنات تريجرز. بعدها في سنه ال 97 1997 ظهر الفيرجن الثامن من الاوراكل. وبهذا الفيرجن ضافوا له خاصيه انه يدعم المالتي ميديا، يعني قاموا يقدرون يخزنون ملفات صور، ملفات صوت، ملفات فيديو في داخل الداتابيز. وضافوا له امكانيه ثانيه هو استخدام الاوبجكت اورينتد بروجرامينج بالفيرجن الثامن. بعدها في سنه 1000 خلي اكتبها هنا 1999 ظهر فيرجن هو تحديث عن عن الفيرجن الثامن اسمه 8i، هو مو فيرجن مستقل وانما تحديث عن الفيرجن 8. هذا ال 8i شنو؟ بذيك السنه بال 99
اشتهرت الانترنت ابليكيشنز على مستوى الشركات وعلى مستوى العالم، قاموا يستخدمون الانترنت ابليكيشنز، فاحتاجوا من الداتابيس ان تدعم الانترنت ابليكيشنز، فاضافوا خاصية، هاي الخاصية الى الفيرجن الايت اي، وهذه الاي تشير الى كلمة انترنت. اذا هذا الفيرجن بيدعم للانترنت ابليكيشنز. بعدها في سنة الف او في سنة 2001، في سنة 2001 ظهر فيرجن اللي هو ال 9i، هذا هم يدعم الانترنت ابليكيشنز. بالاضافه الى دعم الانترنت ابليكيشنز ضافوا له 400 خاصيه جديده عن الفيرجن القبله اللي هو ال 8i. وضافوا فد مفهوم كلش مهم بالداتابيس اوراكل ضافته، اسمه اوراكل راك، ار اي سي، راك جاية من ريل ابليكيشن كلاسترز. بهاي السنين اللي انتشر بيها الانترنت وانتشر بيها الديستريبيوتد سيستمز وانتشر بيها الكلاسترينجز، قاموا شو يسوون، يخلون الداتابيز على اكثر من سيرفر، نتورك من السيرفرات، كل سيرفر بي داتابيز، وطور بيه مفهوم الديستريبيوتد سيستم. طبعا الديستريبيوتد سيستم انتشر ليش؟ لانه قام يحسن من اداء الداتابيس، يسرع من اداء الداتابيس، يسرع من عمليه جلب المعلومات، وزيد من السكيلابيلتي، وزيد من الداتابيس ريدندنسي، يعني صار عندي داتابيس باكثر من سيرفر، يعني اذا الداتابيس تلفت او صار بها ضرر معين اقدر اخذ الداتابيس من غير سيرفر، وهذا فد شيء كلش مهم في مفهوم قواعد البيانات. اذا هاي التكنولوجي اللي اضافتها اوراكل اسمها اوراكل راك ضافوها على الفيرجن ال 9i. بعدها في سنه 2003، في سنه 2003 هم ضافوا فد مفهوم مثل التطوير على الاوراكل راك، هو طبعا النسخه اللي هي 10G. المفهوم او التكنولوجي اللي ضافوها اسمها جريد كومبيوتينج، جريد كومبيوتينج، وهذا الجي 10G، الجي هذه تشير الى كلمة جريد. الجريد كومبيوتينج هو عبارة عن تطوير على مفهوم الاوراكل راك او تطوير على بيئة الديستريبيوتد سيستمز. يعني انه الجريد هو شنو معناته الجريد؟ الجريد معناته شبكة، فعندي شبكة من السيرفرات، وهاي السيرفرات يعني سيرفر معين يقدر يستخدم ريسورسز مال بقية السيرفرات الموجودة على نتورك او على الجريد. يعني سيرفر معين يقدر يستخدم سي بي يو مال سيرفر ثاني وسي بي يو مال سيرفر ثالث ورابع حتى يسرع عمليه معالجه قاعده البيانات مالته. فهاي التقنيه الجريد كومبيوتينج انضافت في نسخه ال 10G اللي نزلت بال 2003. وبالاضافه انه ضافوا فد فاسيلتيز او فد خدمات او فد امكانيات تطور مفهوم الداتا وير هاوزنج، لان بدا مفهوم الداتا وير هاوزنج يظهر بهاي السنه ايضا، فهذا ال 10G ضافوا له امكانيات انه يدعم الداتا وير هاوزنج. بعدها بسنتين في سنه 2005، في سنه 2005 ظهر ريليس 2 من ال 10G، يعني هو 10G بس اصدار ثاني R2، يسموه 10G R2، هذا صفر 10G R2. طبعا ان حتى النسخ اللي قبل ال 10G مثلا ال 9i وال 8i هم بها ريليسز، بها ابديت، بها فيرجنات، يعني يعالجون فد مشاكل معينه تحدث ويسوون ابديت عليها. بس ليش انا قلت ال R2 ذكرته وما ذكرت البقيه؟ لانه انا راح اعتمد بالشرح على نسخه ال R2، يعني انا اللي عندي حاليا هي ال 10G R2، وحتى اللي اكو فيديوهات هم على طريقه تنصيب الاوراكل على الويندوز اكس بي شرحت بها طريقه تنصيب هاي النسخه اللي هي 10G الريليز الثاني اللي نزلت في سنه 2005. طبعا اكو بعد نسخ وراها، في سنه 2007 ظهر ال 11G، 11G طبعا هم بامكانيات اكثر
بخصائص اكثر، بتطوير لعمليه الميموري مانجمنت، تطوير لعمليه الاستورج مانجمنت، زياده في عمليه السكيورتي، وكثير من التطويرات موجوده بين كل نسخه واللي بعدها. في 2013 حاليا اعلنوا عن الداتابيز الجديده للشركه اسمها 12C. 12C هاي احدث نسخه داتابيز لحد الان موجوده. السي ترمز الى تقنيه الكلاود كومبيوتينج. السي ترمز الى تقنيه الكلاود كومبيوتينج. اذا احدث نسخه موجوده حاليا هي ال 12C. احنا راح نشرح ونشتغل على الفيرجن اللي هو 10G R2.